مرحبا طلاب، اليوم راح نبدأ في درس جديد في PowerPoint، هو الدرس الثاني. اليوم راح نتحدث عن كيفية البدء في مشروع على PowerPoint. في الدرس السابق أخذنا كيفية استعراض PowerPoint وكيفية إنشاء عدة شرائح تلوينها والاستخدام الأنماط. اليوم راح نبدأ بما انتهينا منه في الدرس السابق. قبل البدء أنت لازم يكون عندك مشروع للكتابة عنه. فإحنا مثلا اليوم راح نكتب عن مرض كورونا. أنت يجب أن تكون محضر الأشياء اللي تريد تكتب عنها بالمرض، النصوص، وأيضا عندك الصور، وإذا عندك أشياء أخرى مثل قصاصات أو عندك مخططات أيضا لازم أن تكون مجهزها البيانات مالتك. فنسوي شرائح مثل ما تعلمنا، شريحة جديدة أو إنتر، صار عندنا 5 شرائح. أوكي، راح نختار فد نمط معين من الأنماط اللي احنا أخذناها حتى نلون شرائحنا. احنا قلنا ما يصير الشريحة تكون بيضاء، ونستخدم هذا نمط، يعني هذا جيد بالنسبة يتلائم مع المرض. هذا محل. اوكي، نشوف هذا حلو. فنرجع لهذا، نضيف عنوان، نقول وباء كورونا. كورونا الإعداد طلاب كلية العلوم. نقدر نغير في موقع هذه نقدر ندرس صورة، إدراج صورة من سطح المكتب، نروح على كورونا، نشوف مثل هذه، نتراجع كنترول وزد صورة مثل هذه. اوكي، انت كيف تحب انه تظهر لك؟ هذا الشكل. تقدر تكتب هنا اشياء اخرى. نجي على الشريحة الثانية، احنا ايش عندنا بالنصوص؟ عندنا ما هو مرض كورونا أو وباء كورونا. نروح نجيب النص منها، احنا محضرين طبعا من الانترنت، ماخذي او عندك مصدر معين. ما هو فيروس كورونا؟ ناخذ العنوان كوبي، نروح نخليه، بعدين نجيب النص، نسخ، نقول لسخ. إذا تريد نص تريد على شكل صورة، إذا صورة كما كانت وهكذا، ونخليها على شكل نص، ونخلي بهذا الشكل. أنا قلنا يجب أنه تقلل من النصوص بالشريحة الواحدة، نظل نكبر 24، يعني 24 مقبول، ونخلينا صورة. احنا عندنا صور مالتنا، راح نصغرها منها اذا صورة عندك.
هاي صورة تتلائم مع علمه. في حالة أنه كون صورة أمام الناس، نروح على هذا الخيار، إرسال إلى خلف الناس. أوكي، إرسال إلى الخلف، ونشوف أنه النصوص تنقري أو ما تنقري. نغير لون النص، نسوي أسود، نسوي مو أسود، راح يصير بهذا الشكل. يصير بهذا الشكل. عندنا أيضا إمكانيات أنه نعدل بالصورة إذا كنت ترغب بتعديلها منها، تقولها أنه باهتة، بها ظل، مثل هاي سويناها باهتة، أو نخليها حدود أو تأثيرات الصورة. هاي ماخذيها إحنا بالوورد، المفروض إحنا نعرف مهارات التحكم بالصور. وهكذا نروح على الموضوع الآخر، ننسخ كنترول سي أو كوبي، ونروح نسخ نسخ، ونجيب النص مالته، نخليه هنا. نعم، نسوي النص متساوي مع بقية الشرائح اللي هو 24، ونجيب صورة أيضا. طبعا أنت تقدر تجيب هاي الصور، تقدر نكبرها أو تجيب إنه صورة من الصين، من ووهان، إنه يحش عن ووهان هنا. وهكذا صار عندنا الريح الثالث. أعراض كورونا، أوكي، نسخ، شيل تعداد النقاط منها، ناخذ جزء من النص، ناخذ بس هذا الجزء، لأن أنت المفروض تكون تختصر وتجيب الفكرة الحقيقية. يعني قلنا إحنا يجب أنه ما نسهب الكلام وما نعطي كثير من النصوص في الشريعة الواحدة حتى المقابل ما يشعر بال بالضجر. هاي أعراض فيروس كورونا، أيضا نزغر الصورة، نرسلها إلى الخلف، صارت بهذا الشكل، نقدر نقرأها. إذا كان لديك مخطط مثلا، نقول أعداد الإصابات حول العالم، فنسوي مخطط، نروح على هاي الصور الصغيرة هنا عندنا، أو إدراج مخطط، راح نختار مخطط، راح أقول لك شنو شكل المخطط اللي تريده. هناخذ العمود أول واحد، نقول له موافق، وبعدين طلع لك هذه السلسلة. انت راح تقول هنا آسيا،
أوروبا، أمريكا، هاي القارات. نعم، شهر آذار، أو العفو شباط، هذا بالنسبة للمخطط. ينفتح لك واجهة الإكسل، قبل هو في الأوفيس، إذا تريد تدرج مخطط ينفتح لك واجهة الأوفيس، نيسان آيار. طبعا تقدر تضيف بعد أبواب، بس هاي بعدين نغلق، يطلع لنا هذا المخطط. إذا كنت ترغب في دراسة مخطط، طبعا كل دراسة يجب أن تكون بها مخطط، وتقدر تغير الأرقام، يعني هاي أرقام مو حقيقية بس للدلالة. تقدر تغير ألوان المخططات، مثلا نريد هذا المخطط نقول له لون أو تعبئة خاصة، هو بخلي جوزي، احنا نقدر نخلي احمر لو ما هو، وهكذا. اي واحد تريد غيره، او دوس كنترول واختارهن شوية، بعدين نختار بهذا الشكل. تقدر تغير الالوان اللي ممكن، ندرج صوت مع الشريحة. احنا سدرجنا نص ودرجنا صورة، ممكن ندرج صوت. الأصوات إما تكون هي أصوات مسجلة، أو تكون أصوات موجودة على الحاسوب. نجيب النصوص ونخليها من شريحة، ونقول بيست، والحجم ما ننسى 24، واللون نفسه اريال. هسه كيفية الادراج، احنا اخذنا ادراج صورة وادراج، بعدين نجي ناخذ ادراج صوت. عندك 3 خيارات او 4، صوت من ملف، أو صوت من كليب آرت، أو تسجيل صوت. إذا عندك بالملف يجب أن يكون امتداده ويف، يعني مو أي صوت يأخذ، يعني يمكن MP3 ما يقبل، أو أنه سجل صوت. عندك محاضرة تسجلها، نقول تسجيل صوت، راح يدي يعطيك اسم الصوت، صوت مسجل، وراح تبدي تنقر ويبدي يسجل. راح تبدي انت تبقى تسجل الى ان تريد تنقل فكرة معينة، راح يبدي يسجل ويحسب لك عداد التسجيل. اوكي، واضح. الان تريد تتوقف عن التسجيل، تضغط او تنقر هذا الخيار، بعدين قل له موافق، يطلع عندنا ايقونة الصوت بهذا الشكل. هاي طبعا اثناء العرض ما تطلع. فنروح التشغيل، اكون عند النقر، اكون عند تشغيل الشرائح. يعني لما نشغل الشرائح خليه يشتغل، راح نبدي نشغل الشرائح من بداية، نسوي العرض، عرض الشرائح نقول من البداية. احنا بدي ننقر، كل نقرة راح يتغير الشريحة.
هسا آخر وحدة راح يطلع وياها الصوت. شوف هذا الصوت مالتنا، هكذا نقدر خلصنا من الدرس الثاني من الباوربوينت. طبعا ما ننسى نحفظ الملف مالتنا، حفظ باسم، ونخليه اي مكان على سطح المكتب، ونقول له احفظ، راح يتغير اسمه الى وباء كورونا. نشكر حسن